اهلا بكم يوم مهم جدا في عالم السمنه في عالم جراحات السمنه اوعوا تفتكروا انه العمليه سحر بس هي سحر بصراحه يعني بس حتى السحر نفسه له عوامل عشان ينجح عوامل مرتبطه باكثر من فاكتور هي شركه طبعا المرحله الاولى هي في ايد الجراح جراح متميز هيعمل العمليه بامان العمليه هتطلع جيده لكن في محطات تانية في أيد ناس تانية، في أيد المريض، هنفهم إزاي، في أيد فريق العمل لأنه فريق عمل التغذية بيكمل فريق العمل النفسي له دور مهم جدا، المساعدين للجراح ليهم دور مهم، المستشفى لها دور مهم، لازم نفهم الأدوار دي اللي بتساعد في إن العملية تصل إلى ذروة النجاح، اللعبة جماعية. ضيفي العزيز المبدع دائما والذي يمتعني بحواره الذي بالتاكيد يمتلئ بمعلومات علميه دقيقه للغايه واكيد بيبقى شرف لينا وجود واحد من ميجا ستارز عالم جراحات السمنه هذا العالم الراقي جدا في مصر وبالتاكيد واحد من نجوم عين شمس الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي ضيف العزيز والقيمه العامه الكبيره اهلا بك اهلا وسهلا اهلا نورني. مسأل. اهلا وسهلا اللعبه جماعيه مش كده؟ طبعا طبعا مم. في البدايه يعني احب ان أحيا حضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقه طبعا ده ده مهم جدا هو الجراح في ايده يمكن كل الكلو يعني هو قائد التيم اللي بيقوم على انتاج يعني او عمل عمليه موفقه ودايما بقول للعيان احنا العمليه فيها جزء كبير منها جوه العمليات يعني هي الضربه الكبيره جوه العمليات بتخديرها بالمسالجات الطبيه الاحدث في العالم بتقنيات حديثه بيقعد عمليات مجهزه ويتبقى حاجات ما بعد العمليه زي فريق التغذيه وما قبل العمليه من دكاتره مساعدين بفريق عمل متكامل ان هو يحضر الأعيان بصورة متكاملة واختيار نوع عملية موفق وبالتالي هي 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 سايكل يعني أو أو يعني مجموعة حاجات بتؤدي إلى النجاح. يعني افترضنا إن أنت جراح محترف ومعاك طقم تخدير على غير دراية بأنواع جراحة السمنة هو يعني هو العيان بتاعك في الأخر يعني هو العيان اللي عنده مشكلة في التنفس أو الرقبة بتاعته قصيرة أو عنده مشكلة في في وظائف متعلقه بالكلى او الكبد في فشل معين او احيانا بيبقى في فشل في القلب يعني مرتبط بالسمنه المفرطه كل دي حاجات دكتور التخدير لازم يكون عنده احترافيه شديده ودي بتبان احنا يمكن دكتور يعني يعني في بعض المستشفيات بيبقى فيها أساس تخدير متخصصين يعني تحيات الدكتور طارق سعيد رئيس اسمه التغذيه في مستشفى شفاء التجمع آه بيقول لي احنا بنشتغل آه تخديريا وجراحيا اصعب الحالات اللي هي بتبقى انا انا مش عارف يعني اللفظ ده ينفع اقوله ولا لا ان هي يعني الحاجات المعقده في السوق او يعني خلينا نقولها ب آه يعني آه الحاجات اللي هي تخديريا صعبه جراحيا صعبه يعني تجي وتقول له حاجات كريتيكال حاجات كريتيكال آه جدا يعني انت حرجة. ب... يعني انت اللي عمليه التكميم اللي هي في ثلث ساعه ولا عمليه تحويل اللي بتعمل في اول مره مش ده الصعب يعني احنا بنتكلم في عمليات الاعاده بتاعه الاصلاح الاوزان فوق 200 و300 كيلو والحاجات اللي بيبقى فيها صعوبه في التنفس صعوبه في تركيب انبوبه عنده مشاكل صحيه يمكن بنيم حالات عندها فشل كلوي على يعني غسيل اسبوعي حالات بيبقى الاجيكشن فراكشن بتاع القلب اقل من الطبيعي بمراحل يعني كفاءه القلب قليله قوي ان هي تستوعبها اي مستشفى طيب انت بقى بتشتغل الحاجات دي بارتياحيه ليه يعني لانه المكان مجهز انت مش هتزنق في كيس دم ولا هتزنق في رعايه مركزه للقلب ولا هتزنق في رعايه صدر ولا رعايه يعني قصدي انت عندك المكان مجهز عندك واحد وزنه 300 كيلو 400 كيلو انت ما عندكش مفاجاه ان ترابيزه العمليات بتاعتك مش مؤهله انها تستقبل وزن ضخم عندك حاله حاله اعاده اصلاح ما عندك دبسات حديثه تستوعب اي نوع من الجراحات فطبعا هي مجموعه متكامله زي ما قلنا الجراح المحترف مش بس يعتمد على نفسه لا يعتمد على فريق تخدير كويس عندك دكتور مساعد انت بتشتغل في كم كبير من الحالات بيشتغل بصوره يوميه لازم يبقى عندك تيم مساعد يساعد في ان هو يترجم كل كلمه وكل اسقوصه ورقه العيان بيقدمها في في التقرير بتاعته ما قبل العمليه في التحضير يعرف يجاوب يقدر يعني ما فيش حاجه تقع منه لانه عيان السمنه من العيانين الفراجايل اللي هو فيه مشاكل قد تكون مخفيه احنا لازم نطلعها كل كلمه في الادويه اللي بياخدها لازم تتراجع كويس جدا كل فحص انطلب لازم يتبص عليه كويس قوي فطبعا التيم الجراحي المعاون طبعا مهم جدا يعني حتى طاقم العاملين اثناء العمليه نفسها محدش بيتكلم فريق العمل اثناء النص ساعه اللي هو بيعملها ما بيتكلمش كلمه كل واحد عارف دوره مظبوط زي يمكن تيم اللي شغال يمكن فريق العمل بتاع حضرتك هو هو فريق ساكت ما بيتكلمش هو عارف خطوه واحد اتنين تلاته كل واحد ماشي ب... هو نفس ده هو ده اللي عندنا ويمكن ده في كل المجالات المدربه على اعلى مستوى كل واحد عارف يعني يعني هيعمل ايه في وقت ايه فما بيضيعش وقت خالص. المريض نفسه جزء مهم ازاي نعمل له عمليه نقي نوع العمليه ايه ما بعد العمليه هو نفسه هيلتزم ولا مش هيلتزم؟ مهم جدا مهم جدا اختيار نوع العمليه اختيار المريض نفسه هي يعني احيانا يجي من ضمن العيانين عيان طبعا سي يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي هي يمكن حاجه من الشخصيات المهمه امبارح كنت بقعد معاه هو 67 سنه وزن 160 كيلو وهو محب يمكن للبرنامج بتاع حضرتك والله بشده يعني كان يمكن كلمني امبارح في في انه بيتابع كل الحلقات قاعد بيكلمني في انه عايز يعمل العمليه الاقوى ما الاقوى مش نفعك يعني أنا مش هتعرف تعمل تحويل مسار بعنف احنا سننا 67 سنه عندنا حاجات طبيه مصاحبه امراض تانية طبيه غير السمنه المفرطه تمنع من عمل عمليه زي تحويل مسار فاحنا هنعمل بس تكميم معده عمليه ادخل في 20 دقيقه اعمل العمليه اخرج تروح بيتك بعد 12 ساعه أنا مش محتاج أكبر الموضوع في عيان طبعًا ربما حالته الصحية ما تستوعبش العملية، يعني هي مش الحاجات ما تتاخدش طبيًا بس، هي تتاخد طبيًا وعلى النظرة العامة بالخبرة العامة ده يناسبه إيه؟ يعني إحنا بنختار الحاجات، فالمريض المناسب إن إحنا نختاره العملية المناسبة ده يعني عايز خبرة عنيفة، أنا مش داخل بس أقص معدة زي تكميم المعدة دي. اقص المعده كده وخلاص في كل عينين او اعمل تحول مسار في, في ايه المقاسات اللي انت عايز تقيس عليها؟ تتكبر المعده تصغرها العيان ده عنده مشاكل قبل العمليه ارتجاع يمنعه من عمل تكميم معده فتقوم تعمل له تحول مسار طب اعمل تحول مسار معده مصغر ولا اعمل تحول مسار معده كلاسيكي طب في عمليات احنا بنبعد عنها ما نعملهاش طيب يعني في ادويه معينه تمنع يعني عيانين يعني سيستميك بس الناس اللي ماشيه على الكورتيزون بجرعات عاليه تعمل لهم ايه؟ العين اللي عنده التهابات في المعده ما عندوش حموضه تعمل له ايه؟ طب العين اللي عنده حموضه وما عندوش التهابات في في المعده أه تعمل له ايه؟ العين اللي عنده مشاكل في القناه المريريه السابقه تعمل معاه ايه؟ يعني كل في حالات ماشي عيان ماشي على كورتيزون أه بجرعات عاليه طب ده تعمل له ايه؟ يعني في حاجات ما ما تت ما, تت ما تتقالش إلا لحد خبير في الجراحه حد خبير ان هو يديك لان مش كل العمليات تناسب كل الناس مش كل الناس عملهم تكميم ولا كل الناس عملهم تحويل ولا كل الناس هركب لهم بالون ولا كل الناس عامل لهم شد بطن او شفط ضوء يعني كل الناس كل حاجه لها حاجه مناسبه وده تراكم طبي علمي يعني محتاج طبعا تقدمه العيان بحيث يستفيد الطبيب كورنر مهم في اربع كلمات بتدور حول الطبيب اولهم كيفيه الاختيار الخبره ازاي ليها دور؟ مع الخبره كمان هل الخبره تغني عن التكنولوجيا ولا التكنولوجيا تغني على الخبره ولا الاثنين لازم يكونوا متوفرين؟ فريق العمل وطبعا شركاء نجاح التخدير. خمس حاجات. الحقيقه هبتدي باول حاجه فيهم انه الجراح المحترف يغني عن التكنولوجيا الحديثه يعني التكنولوجيا الحديثة لوحدها ربما يعني ما تاديش الدور اللي هو انا عندي قدرة ان انا اعمل تحويل مصور من غير دباسات انا ما بستفزش والله الناس بس ده عادي يعني قصدي ان انت عندك القدرة الجر... مش بنعمل كده يعني احنا ما بنعملش كده بس انت عندك القدرة يمكن يحصل منك مس فاير احيانا كان زمان يحصل الدباسة تضربها يقوم الغيار فاتح تعمل ايه يعني؟ هتقعدوا تخيطوا وتاخدوا غرز وتخيطوا انت عندك المهارة الطبية اللي انت تعمل بيها الحاجات اللي كانت بتعمل بيها الديستال جستراكتومي وتعمل الهاند سوينج اللي كانت يعني بتتعمل قبل الدباسات بالظبط يعني تقدر تعملها يعني اقصد ان التكنولوجيا الحديثه تسهيلا للوضع بيدي رفاهيه بيدي سرعه للـ 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 للوقت بنوفر وقت سيفتي اعلى كل حاجه نقدر نضيفها طبعا هتفيد لكن اقصد ان الجراح المحترف يمكنه الاستغناء عن التكنولوجيا الحديثه مش لازم يعني تبقى يعني مش لازم كل الناس تشتغل بالسمارت ستيبلر زي الحاجات اللي احنا يمكن شفناها يمكن صورنا بالدبسات الالكترونيه والحاجات الجميله اللي هي التقنيات الحديثه بتشتغل بالكمبيوتر تقيس ال يعني في دبسات زي البورد الباورد دي بتتعرض دلوقتي بتقنيه زي جي اس تي فيها بتساعدك انت يعني لو عايز جي اس تي او تراي ستيبلر تكنولوجي اللي هو بيدبس باحكام ويمنع نزيف ويحافظ على ما يعملش تسريب ما انت ده غرز لو انت جراح خبير ممكن تاخد الهان سوينج سوتشرز زي تقنية اسمها الأوينت الفيكسيشن اللي احنا بناخد طبقة دون نقوم مخيطها بفول سيكنس بغرز حوالين المعدة بـ بـ فالتقنيات الحديثة بتزود الأمان بصورة كبيرة جدا بتقلل عليك لود انت في أثناء العملية اتمنى ان انا اشتغل بالدباسات دي بس طول ما كل ما ما, ما 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 بتستخدم كل حاجات فيها تكنولوجي اعلى كل فعلا التكلفه ما بتزيد على على يعني على العيان يعني طبعا مش لازم نستخدم كل التقنيات الاحدث في كل الناس لكن انا تمنيت طبعا في بعض المستشفيات الخاصه بيا انا لازم اعمل باعلى التقنيات الحديثه لكن ما أفرضش على كل الناس ان يعمل بده يعني مش لازم طبعا فريق تقدير من الـ من الـ من الـ يعني الباك بون بتاعنا اللي هو احنا طبعا ما نقدرش ان احنا نشتغل من غيره وبقوي قلبنا لان انت ممكن يجي لك 10 عينين فيهم خمسه فيهم مشاكل. انت لو ما عندكش تخدير كومبتنت وقادر ان هو يتعامل مع الحالات الصعبه ويتعامل مع المشاكل الصحيه المصاحبه، انت ممكن تاجل خمسه منهم وتشتغل خمسه بس. لكن فريق التخدير اللي هو عنده قدره عاليه يقدر ينيم اي عيان بكفاءه عاليه جدا بعد تحضيره طبعا تحضير كافي ويكون موفر له الظروف الامنه اذا حدثت اي مشاكل يعملها. عيانين كتير بيجي يعني باوزان ضخمه عنده مشاكل في التنافس اثناء النوم طبعا كل الوزن ما كسر 200 كيلو انت طبعا بيبقى عندك مشاكل في التنافس اثناء النوم 100% بيبقى في شخير اثناء النوم طب ده تنيمه ازاي؟ وفي ناس تمام بيبقى يعني اوزان اعلى من كده كمان تلاقي الرقبه بتاعته مش شرعيه ده كان 200 فوق ال 260 كيلو 260 260 وستين. وستين كيلو آه, آه ما شاء الله وعلى فكره لسه بينزل احنا يعني يمكن آه. ده كان لا بس في شوف الفرق محبوظة. حاجه جميله جدا انسان رشيق يعني انسان طبيعي عادي ما حدش هيقعد يبص له في كل حته حاجه جميله جدا وغير صحته دلوقتي شيء مختلف تماما استاذ محروس افتكر من طنطا كان عامل عمليه موفقه يعني وربنا يوفقه ان شاء الله يكمل على خير وينزل وزنه بصوره فعاله وشاب جميل ويبتدي حياته بنات جميلة جدا وفي أوقات طبعا طبعا مش شاطرين في التصوير لأنه احنا ما بنقدرش نصور كل عينين طبعا ولا بنقدر ان احنا التجربة بصورها. اللي بيبقى حابب ينقل تجربه بيصورها واحيانا تلاقي العين بعد شهرين جاي عايز يصور بدي ثلاثه يعني قصدي في المتابعه معينه او يجي بعد سنه احمد سالم أنا عارفهم بالاسم لأن طبعًا دول أصدقائي بعد كده يعني اللي الصحابة. فات ده أحمد سالم نشوف أوه. اللي فات تاني أحمد سالم آه. من اسكندرية هو من اسكندرية من اسكندرية جميل آه. صور آه. على البحر حياته أهو آه. آه شاب جميل آه مالي الدنيا صور على السوشيال ميديا كل يوم ستوريز جديدة وحاجات جميلة <applause> يعني شباب والله زي الورد كويسين ابتدوا حياتهم بعد انقاص الوزن بيبتدي يعيش حياته الطبيعية الجميلة التيم المعاون طاقم التخدير كلهم طبعا أهم ليهم الأهمية بتاعتهم بيأدوا بيسدوا الأماكن يعني بيقوموا على الثغرات اللي المفروض يقوموا عليها طبعا متابعات ما بعد العملية تجهيز ما قبل العملية كل مكالمة مهمة من العيان ما بعد العملية يعني هم كوبز جميلة واخدين كل الخبرة الكافية اللي تخليهم فريق عمل ناجح وده مهم جدا الركن اللي الناس بتنساه مش واخده بالها منه قوي وقيمته لازم نشرحه للناس بالتفصيل المستشفى مش كل مستشفى مؤهله انها تقدر تعمل جراحه سمنه مفرطه صح المستشفيات الصغيره ما بتقدرش تحمل الحالات الصعبه وطبعا احنا دايما عندنا قاعده في الجراحه ما تحطش العيان في ريسك ستويشن او ما تحطش المريض في موقف حرج سي محتاج اي حاجه يعني في ال... محتاج رعايه مركزه لازم تكون في رعايه مركزه محتاج كيس دم محتاج... موجود كيس دم محتاج استشاري قلب موجود استشاري القلب محتاج استشاري صدريه موجود استشاري صدريه محتاج اجهزه تنفس بقدرات معينه تستوعب اوزان معينه موجوده محتاج ان انت يبقى الـ الـ طبعا الادويه اللي هي اللي بتستخدم في مرضى السمنه المفرطه غير الادويه المستخدمه في, في الناس العاديين طبعا لانه لانه عيان يعني السمنه انت مش عايز تنام فتره كبيره زي زمان يقول لك احنا انت بتفوق بالبنج بعد ساعتين وتقعد تهلوس وتبقى الموضوع ما بيبقاش مظبوط خالص لكن طبعا مرض السمنه المفرطه ليهم ليهم الادويه بتاعتهم اللي هي بتصحيه في وقت صغير يعني وقت بنج هو ثلث ساعه او نص ساعه خلاص فاق هو دكتور التخدير عايز يصحيه دلوقتي عايز ناف... ياخد ياخد نفسه الطبيعي ما... ما مش هيقعد ينام ساعتين بعد العمليه ونقعد بقى نصحيه وفوق وما في فطبعا امكانيات المستشفيات لا تغني انا مش قادر ابين كل النقط المضيئه في قدره المستشفيات اللي هي الكبيره وانصح كل الناس طبعا اللي هي ما, ما تشتغلش حاله سمنه في مستشفى غير مجهزه في مستشفى غير قادره ان هي تستوعب الحالات الصعبه بكل تفاصيلها ما انت محتاج محتاج تعمل اشعه مقطعيه باحترافيه محتاج تعمل وظائف تنفس محتاج تعمل يعني كل الحاجات دي لازم تكون موجوده في المستشفيات اللي بتجرى فيها عمليات السمنه و... وانا شايف ان دي بتدي فرصه لناس كثيرة يعني واحد وزنه 200 300 كيلو هيروح فين يعني ما هو اذا ما كانش المستشفى الكبيره تستوعبه ما ده هيروح فين يعني هو هيخاف على نفسه ايفن حتى هو لو ما خافش على نفسه دكتور تقدير هيخاف منه مهم. ما انا لو دكتور تخدير وبشتغل في مكان غير مؤهل ما عنديش القدرات اللي تستوعب العيان ده انا هرفضه يعني. يعني انا مش مش لازم انيمه و... واحنا احنا زمان برضو كنا بنتعامل في 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 شتى المستشفيات يعني جربت كل انواع المستشفيات من مستشفيات صغيره ومتوسطه في البدايات من من سنين وانا وصلت لدرس انه المستشفى الكبيره هي فقط القادره على التعامل مع حالات السمنه المفرطه وزي ما قلت لحضرتك المستشفى الصغيره هتفلتر عيانين قليلين المستشفى الكبيره تساعد كل العيانين بمختلف حالاتهم الصحيه المصاحبه عنده دعامه في القلب وعنده مشكله في القلب دكتور التخدير اكيد داخل وهو يعني خايف عليه المستشفى الكبيره بتديك نوع من الامان سيفتي اعلى امكانيات اعلى في كل الحاجات سواء اجهزه سواء ادويه طاقم عمل على اعلى مستوى فيعني انا طبعا مش قادر اقول كل الحاجات لكن المستشفيات الكبيره امان جدا جدا وبتدي فرصه امان عليه خالص عمليه السمنه المفرطه من العمليات اللي بتفرح الانسان إن حياته بتتغير انت نورتنا في الناس الحلوة شكرا بستمتع بالحوار معك دائما ومتعة علمية دقيقة جدا في التوصيف ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير لوحدة جراحة السمنة مستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في دراسات في جراحات السمنة الاس ار سي كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا الممتعة الخاصة بجراحات السمنة في الناس الحلوة خليكم مع الناس الحلوة الضعف الجنسي مرض له حل واللي خلى لي حل تعدد وسائل علاجه الضغط الضغط يأثر على الضعف بيعمل ضغط في جنسي وأدوية الضغط بعضها بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي القرحة المعدة أدويتها بتعمل مشاكل القديمة الجديدة الليس اكستند شوية الاكتئاب بعض أدويته بتعمل ارتفاع البرولاكتين بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي زمان كان فعلا فيه بعض في بعض المواد اللي بتستخدم في الحقن الموضعي كانت بتعمل تليف احنا بطلنا نستخدمها خلاص